يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الساحر هل تقبل توبته قبل القبض عليه أم لا بد أن يسلم نفسه حتى يقام عليه الحد؟ إذا ثبت عليه السحر فلا بد من قتله، والتوبة لا تسقط الحد عنه، يقتل على كل حال، لكن توبته إن كانت صادقة فهي بينه وبين الله، أما نحن فنطبق عليه الحد لأنه لا يؤمن حتى ولو ظهر التوبة لا يؤمن. نعم.